السلام هو إقراء ولا إفشاء؟ الحين إذا واضح ولا ما واضح؟ الحين لما أقول لكم السلام عليكم ولا مرحبا ولا مساء الخير ولا كيف حالكم ولا هاي ولا جود مورنينج، بأي لهجة؟ هل هذا هو إقراء ولا إفشاء؟ لأن عندنا حديثين. الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، اقرأ السلام. وفي حديث ثاني، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام. إذا التحية الحين لما نقول مرحبا ولا السلام عليكم ولا كيف انكم ولا شلونكم، على قولة اخواننا السودانيين ولا اي لهجة، ولا ازيك بالمصري ولا كيف حالك بالاردني، هذه اقرأ السلام، اقرأ بس تقرأ السلام. يقول على من عرفته ومن لم تعرف، اي واحد تمر من عنده تسلم عليه. وطبعا فيه آداب للسلام، انه مثلا الصغير يسلم على الكبير والراكب يسلم على الماشي، ويعني له طرق مختلفة، لكن أنت سلم عليه، هذا اقرأ السلام. أما إفشاء السلام موضوع مهم. احنا نقول الحين مثلا تفشى المرض، يعني انتشر، إذا إفشاء نشر السلام، اللي عكسه الإرهاب، عكسه إيش؟ الإرهاب. بدل ما يقول مكافحة الإرهاب المفروض يقول إفشاء السلام وخلاص وانتهت المسألة. لو اخذوا الحديث هذا افضل لهم من يسوون تعاليم محاربة الارهاب مدري، لا المفروض يقول افشاء السلام بالعالم. افشاء يعني نشر، والسلام وشو؟ الامان. السلام الامان او الامن. افشاء السلام بين الناس يعني نشر الامن بين الناس. يعني انت الحين مثلا اذا ما خافوك جيرانك، ما خافوك انك تبوقهم ولا تاخذ تسرقهم ولا تأثر عليهم ولا شيء، هذا أمن، نشرت أنت الأمن. فكيف عاد إذا تعاونت بعد مع الجهات المختصة وشفت واحد مثلا يسرق بلغت عنه، شفت واحد يسوي مشاكل ولا يأثر على أحد ولا شو اسمه هذا تحرش ولا مدري إيش، وبلغت عنه أو مخدرات أو أي إخلال بالأمن، مسؤولية الجميع، لأن المتضرر للجميع. هذا إفشاء السلام. إفشاء السلام أشمل من إقراء السلام. أنت عم تقرأ السلام على واحد أنت بتعدي، بس أخذت يمكن حسنة وهو أخذ حسنة، لكن ما أفشيت السلام بين الناس.